وبعدين انت هتقول اول كلمة تيجي على بالك. طيب خلاص اتفق. ألف أرجوز، ب بطة، م تي تفاح، سي ثعلب، جيم جمل، ح حمار، ف خوخة، دل دلو. دلو ايه؟ دل ذئب. ذئب. ري رجل. ذي زينب. سي سي سباحة. سباحة. انت بتعرف تسبح؟ انا كمان. شي شارع. شارع. صاد صفارة. صاد ضبع. طيارة. ظهر. 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 ظهر كده. عين. 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 حلوة دي. غين. غراب. فارس. فارس يا سلام. قاف. قانون. قانون. كيف. كمانجة. مين. لوح. لوح. لوح ازاز. نون. مهرج. نون. 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 نادية. 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 يا سلام. هي هشام. واو واو واو. واحد. واحد. سلام. ييه. يا سلام. يا سلام. هاي انت بتلعب لعبة دي كويس جدا. او يافطة. يافطة. ممكن عندنا يافط كتير هنا في عالم سمسم. ايوه. هاي شكرا يا هشام. شكرا ليك. عفوا عفوا.
ملح صفيد وكيف تلميح. ازيك يا خوخة؟ اهلا يا نمنة، مش زي خوخة. معاد الغدا جه، تحب تيجي تتغدى معايا عند خالة خيرية؟ هي قالت لي ممكن نيجي نتغدى معاها، انا جعان قوي قوي قوي. نمنة انت جعان؟ هايل، اصلا انا من الصبح بطبخ ولسه مخلصة، عملت اكل كفي عزومة كبيرة قوي. بجد يا خوخة بتعرفي تطبخي؟ ايوه، انا هبقى طباخة مشهورة اما اكبر. هايل. تحب تجرب اكلة من اكلاتي المخصوصة بتاعتي؟ ها؟ طبعا اظن، بس هي فين يا خوخ؟ انا مش شايف حاجة. ما هي دي احسن حاجة في الموضوع، انا بتخيل اني طبخت اكل لذيذ وانت جيت في الوقت المناسب عشان تاكل معايا. انا ايوه يا نمنم، الخيال حاجة ظريفة، ممكن بالخيال نعمل اي حاجة. ازاي؟ شوف بقى، شوف تخيل انك قاعد في المطبخ وقدامك ترابيزة مليانة اكل. قاعد في المطبخ وقدامي ترابيزة مليانة اكل. هايل يا خوخة، فكرة حلوة قوي. طيب تحب تاكل ايه؟ اكل ايه؟ عايز فراخ محمرة ورز وخيار وبطاطس وبسلة. يا سلام، بس كده؟ اتفضل الفراخ. خوخة مش شايفة انها حتة صغيرة قوي؟ لا، انت بتهيأ لك. اجي الرز والخيار والبطاطس والبسلة. اتفضل. شكرا يا خوخة. لاف يا نمنم لاف. ايه ده، انت مش هتاكل ولا ايه؟ طيب استنى، في حاجة يا خوخة؟ هتاكل ازاي من غير شوكة؟ عندك حق، اصلا انا كنت جعان قوي ونسيت الشوكة. طيب اتفضل بالهنا والشفا. ايه رايك؟ عجبك طبيخي؟ حلو قوي يا خوخة. لازم كمان تجرب ده، بص ريحته لذيذة، مش كده؟ شم كده، بص. ايوه فعلا، انا بحب اتخيل ان الناس عجبهم طبيخي، بالذات اما بكون تعبت فيه قوي. ايه نمنم، عجبك الاكل؟ طبيخك هايل يا خوخة، الحمد لله، بس في مشكلة صغيرة. ايه؟ انا لسه جعان. دي مش مشكلة، اتفضل خد تاني، في اكل كتير. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ازيك يا فلفل النهاردة؟ اي مساعدة؟ طب نبيلة، نعم. انا هنا النهاردة علشان اخد كتاب من المكتبة. هايل يا فلفل، احنا بقى عندنا كتب كتيرة. انا عارف كل حاجة عن المكتبات، عندكم كتب كتيرة وكمان بتتكلم عن حاجات كتيرة، وبعدين الواحد ممكن ياخد الكتاب اللي عاجبه، صح؟ صح يا فلفل، والمكتبات عملوها عشان كده. طيب انا جيت اخد كتاب. عايز كتاب عن ايه؟ عاوز كتاب عن السمك. السمك؟ طب خلينا اشوف كتاب. ادي الكتاب اللي انت عايزه، اتفضل. شكرا يا ابله نبيلة. من غير ما تقولي، لما الواحد بياخد كتاب لازم يرجعه. صح يا فلفل. مش بقولك انا عارف المكتبات كويس. مع السلامة. مع السلامة. ابله نبيلة انا ارجع. في حاجة غلط يا فلفل؟ ابدا مفيش حاجة غلط، انا هنا عشان ارجع الكتاب اللي اخدته. مش قلتلك انا عارف نظام المكتبات؟
ايوه بس لا 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 كله تمام. انا خدت كتاب ودلوقتي جاي ارجعه. ده اللي الواحد مفروض يعمله بكتب المكتبة. دلوقتي بقى انا عاوز كتاب تاني. عاوز كتاب تاني؟ عاوز كتاب عن ايه؟ عاوز كتاب عن العسلية. العسلية؟ طيب خليني اشوف لك كتاب عن العسلية. اهو ادي كتاب عن العسلية. هايل هايل. انا عارف ان الواحد لازم يخلي باله من الكتاب وكمان لازم يرجعه تاني. طبعا انت عارف كل حاجة عن المكتبات. فعلا انا عارف كل حاجة عن المكتبات. شكرا، مع السلامة يا عبد نبيلة. مع السلامة يا فلفل. ازيك يا عبد نبيلة؟ انا رجعت. واضح يا فلفل انك رجعت. في حاجة غلط؟ ابدا ابدا مفيش حاجة غلط. انا اخدت كتاب وجاي ارجعه وكمان خليت بالي منه كويس. مش بقولك انا عارف كل حاجة عن المكتبات، بس انا بيتهيألي انك نسيت حاجة يا فلفل. ايه نسيت حاجة؟ ايه اللي ممكن اكون نسيت؟ انت فتحت الكتاب؟ فتحت الكتاب؟ افتح الكتاب وبص فيه. ابص فيه؟ الله، ده فيه صورة عسلية حلوة. وكمان عسلية. ايه ده؟ وكمان صور عسلية كتيرة. فلفل، اسف يا ابن نبيه، اسف مش هقدر اتكلم دلوقتي، انا لازم اذاكر الكتاب ده كويس. ايه ده؟ وكمان عسلية حلوة. الله، عسلية جميلة. وسلام. ايه ده؟ وكمان صورة عسلية حلوة. انا بقرا احلى كتاب حواديت عندي. الحدوتة دي بتاخدني فوق في السماء. ياه، ودي بتنزلني تحت في اعماق اعماق البحر. يا سلام. والصفحة دي سخنة لأنه يوم حر في الصيف. وفي الصفحة دي ساقعة لأنه يوم برد في الشتاء. أنا بحب كتاب لأني ممكن أروح كل حتة أنا عايزها من غير ما أتحرك من كرسي. صباح الخير يا عم حسين، ازيك النهارده؟ صباح الفل يا نمنم، تعال اتفضل اقعد. شكرا يا عم حسين. عم حسين حضرتك بتعمل ايه؟ انا بقرا الجرايد بتاعت النهارده. والجرايد دي عن ايه يا عم حسين؟ شوف يا نمنم، الجرنان فيه اخبار وحكايات الناس كل يوم بتقراها. حكايات؟ قصص يعني زي اللي بتحكيها لنا قبل نبيله ومنى؟ لا يا نمنم مش بالظبط. الجرايد فيها اخبار، يعني حاجات حصلت، والجرنان بيحكي لنا ايه اللي حصل. يعني الجرنان اللي معاك ده فيه كل حاجه حصلت، يعني بيقول اخبار عن الورد الجديد بتاعي والفراشه الكبيره اللي جت الجنينه النهارده، صح يا عم حسين؟ الفراشه بتاعت النهارده والورد الجديد بتاعك؟ لا نمنم ما افتكرش، بس في اخبار عن حاجات تانية، يعني مثلا زي ماتشات الكورة وبرامج التلفزيون وحاجات تانية كتير يا نمنم. طيب. وكمان يا نمنم في صور لحاجات مهمة الناس تحب تشوفها وتعرفها. يبقى عم حسين الجرنال بتاعك فيه صور مهمة لمونة وكريم وفلفل وخوخة اصحابي. برضو لا يا نمنم، ما فيهوش صور لاصحابك، لكن في صور لناس تانية وبلاد تانية. طيب. بص يا نمنم، انا عارف ان انت لو بصيت هنا هتلاقي حاجات كتير تعجبك. شوف يا نمنم. لا 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 لا، شكرا يا عم حسين، ما تدورش. اذا كان الجرايد ما فيهاش اخبار عن الورد والفراش ولا صور عن اصحابي ولا حتى الحكايات اللي بتحكيها لنا قبل نبيله، يبقى خلاص. شكرا يا عم حسين، مع السلامه. يا نمنم، مع السلامه يا نمنم. أنا اسمي نغم وده أخويا أحمد. إحنا في رمضان، وزي ما عملنا في رمضان اللي فات هنروح نفطر مع جده في شغل. هو كان زمان بيشتغل هنا، الحتة دي اسمها القلعة.
بس دلوقتي راح يشتغل في حتة تانية. اهو وصلنا. ده جده وده مدفع رمضان. جده هو اللي بيضرب المدفع كل يوم في رمضان علشان الناس تفطر. المدفع ده قديم جدا وجده بيقول ان عمره اكتر من 100 سنة، يعني اكبر من جده حتى. وقت الفطار قرب، الحق اغسل ايديا بسرعة. جده قال يلا نفرش الاكل علشان نبقى جاهزين. ماما عملت حاجات حلوة قوي، شوربة فول وعصير قمر الدين وكمان كنافة رمضان اللي انا بحبها جدا. اهي الشمس خلاص هتنزل، اول ما جده يشوفها نزلت هيضرب المدفع وكل الجوامع دي هتدن في وقت واحد. جده بيحط كيس فيه بودرة بيفرقع بصوت عالي جدا لكن ما بيعورش حد. لازم انا واحمد نقف بعيد ونحط ايدينا على ودنا عشان الصوت جامد جدا. بس على الفطار اضرب. انا بحب رمضان قوي وبحب اجي اتفرج على المدفع وافطر على الارض مع جدي. دلوقتي معادنا مع مغامرة جديدة من مغامرات الألم العجيب. يا ترى هيقدم ايه النهاردة؟ حرف القاف. قاف قفل. قارب. قاف قلعة. انا عمال ادور عليك عشان عندي لعبه هايله ممكن نلعبها. بجد يا خوخه؟ ده انا بحب اللعب بتاعك قوي. قوليلي بقى اللعبه دي بتتلعب ازاي؟ بس يا فلفل اللعبه دي صعبه قوي ومش سهله خالص. ايه؟ لا 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 لا، انت غلطانه يا خوخه. ده انا احسن واحد يلعب وانا متاكد ان اللعبه دي هتبقى سهله قوي بالنسبه لي. طيب بص بقى، انا وانت هنعمل مسابقه ونشوف مين اللي هيقدر يجيب حاجات بتبتدي بحرف اللام. بتبتدي بحرف القاف. حرف القاف؟ ده صعبة دي. ايه ده؟ انت ما تعرفيش فلفل كويس. ده انا قاموس كلمات، انا هجيب لك كلمة بتبتدي بحرف القاف على طول. طيب يا فلفل بس بسرعة لان دي مسابقة عشان نشوف مين اللي هيلاقي كلمات اكتر بتبتدي بحرف القاف. مسابقة؟ مسابقة؟ بما اني اسرع واحد في عالم سمسم لما اشوف امشي من انهي ناحية. عرفت كده. خوخة خوخة امسك الام بتاعي. ايوه انا راجع على طول. حاضر يا فلفل، انا همسك الالم بتاعك لغاية ما تلاقي كلمة بحرف القاف. يا ترى فلفل هيلاقي كلمة بحرف القاف؟ نستنى ونشوف. ايه الاخبار يا فلفل؟ لقيت حاجة؟ لا يا خوخ لسه. انت لقيتي حاجة؟ ايوه اهو، انا معايا قلم. قلم بتبتدي بحرف القاف. قلم؟ كلمة كويسة يا خوخ. علي واحد بس انا مش هستسلم. هي
تبتدي بحرف القاف. لا لسه. طيب وانتي؟ خليني افكر كده. ايوه لقيتها. لقيتيها؟ فين؟ هنا اهو. قميص بيبتدي بحرف القاف. قميص؟ ايوه بتبتدي بحرف القاف. انا مبسوط قوي انك اخترت القميص بتاعي علشان بيبتدي بحرف القاف. انا اسفه يا فلفل، انا كنت بلعب معاك، بس ممكن نوقف اللعب لو عايز. فلفل ممكن نوقف لعب؟ نوقف لعب ازاي؟ نوقف لعب ازاي قبل ما الاقي كلمه بتبتدي بحرف القاف؟ انت اكيد بتهزري. ها؟ لا طبعا مش هوقف. ياه لقيتها. ثانيه واحده يا خوخه، ثانيه واحده يا خوخه. المره دي لازم الاقي حاجه بتبتدي بحرف القاف. قف يا فلفل، خليك فاكر لازم تقف لما تشوف العلامه دي. اها، مش قلت لك هلاقي كلمه بتبتدي بحرف القاف؟ قف قف بتبتدي بحرف القاف. الله يا فلفل، فعلا قف بيبتدي بحرف القاف. لكن انت جبت العلامه دي منين؟ يا راجل انت ما وقفتش ليه؟ انا المفروض انت اللي تقف. لا انت اللي غلطان. ازاي؟ دي طريق انا. يعني شايف ان انا اللي غلطان؟ انت اللي غلطان طبعا. انا شايف غير كده. لا ازاي يا ولد عمي؟ صدقني زي ما اكلمك انت دخلت غلط. لا انت اللي غلط. خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، حصل خير، حقكوا عليا. حلو، تعال شيل الحاجه اللي معايا. يلا لا حول ولا قوه. لو سمحتوا انتوا بتدوروا على دي؟